كما ذكر السيد Good لافروف، وقابلت أيضا السيد الرئيس بوتين، وتناقشنا حول الأوضاع الحالية للعلاقات الروسية الأمريكية والموقف الحالي للعلاقات كان في مستوى متدني، وأن مستوى الثقة بيننا وصل إلى أدنى مستوياته، ولا يجب أن يكون هذا المستوى هو الواقع. كنا تناقشنا لتطوير مستويات التواصل بيننا، وخاصة في مجال الموقف في سوريا، وأن نتبادل الرؤى بشأن المستقبل هناك. بالنسبة للسيد الوزير لافروف، تحدثنا حول بعض الموضوعات التي نرغب في تقريب وجهات النظر حولها. نحن نتفهم أن التطور في علاقاتنا على المدى الطويل لابد أن يتم تطويره على الرغم من اختلاف وجهات النظر الموجودة. تحدثنا بتوسع عن سوريا، ووجدنا أننا نتشارك في رؤية معينة، وخاصة في إنشاء سوريا مستقرة وقادرة ومكافحة الإرهاب هناك. اتفقنا على أن لابد أن تحرم كوريا الشمالية من قدراتها النووية، ولا بد من رفع مستوى التواصل بين بلدينا سواء على المستويين الدبلوماسي والعسكري.